يا اهلا بكل حضراتكم كمان مره. من كام يوم النادي الاهلي طبعا رجع لتدريباته اكيد استعدادا لخوض معسكر في النمسا اللي ابتداء من بكره ان شاء الله، واللي المتوقع انه هيتخللوا ماتشين وديين استعدادا للموسم الجديد اللي هيكون فيه بالمناسبه منافسات قويه جدا محليا وقاريا كالعاده قدام النادي الاهلي. مواصلين كلامنا مع حضراتكم عن النادي الاهلي، وكمان هنتكلم شويه عن الكره العالميه مع الاستاذ محمد البرمي الناقد الرياضي اللي مشرفني ومنورني في حلقتنا النهارده. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. اول مره تنورنا في 10 الصبح. اول مره مظبوط. يعني ان شاء الله تبقى بدايه سلسله زيارات لا تنتهي. ان شاء الله شرف. تعالى نبتدي كلامنا بالاحتفاليه الجميله، اكيد حضرتك تابعت فعالياتها اللي كانت موجوده من كام يوم في النادي الاهلي فرع الجزيره وهرم البطولات والاحتفاليه الراقيه دي، احتفالا بموسم استثنائي سموه الموسم الذهبي، وهو فعلا موسم ذهبي. رايك كيف الموسم اللي فات ده؟ انا كنت حاضر لحسن الحظ الاحتفاليه بدعوه كريمه من النادي. جميل. الحقيقه يعني انا بعتبره فعلا هو موسم استثنائي بالنسبه للاهلي. انت بتتكلم على كم كبير جدا من البطولات في كل الالعاب تقريبا. الاهلي ما سابش لعبه الموسم ده الا وكان واخد فيها بطوله او بطولتين. بطولات جماعيه، بطولات فرديه. حتى بعض البطولات اللي الاهلي شويه ما كانش ليه حظ فيها او كان متراجع في بعض الاوقات فيها، زي كره اليد مثلا حصل على اكتر بطوله فيها. السله تواجد الكبير جدا لكل الفرق، حرص النادي على تكريم الاسماء اللعيبه، اسماء الفرق اللي كانت موجوده باسمائهم وبشخصياتهم وحصولهم على صوره تذكاريه. شكل الاحتفاليه كمان كان جميل جدا، هو نوع من التقدير. يعني الاهلي معودنا دايما انه بيدي التقدير للاعيبته ولمن يستحقه، وبالتالي هم كمان لا يدخروا الجهد في رفع اسم الاهلي، الفوز بالبطولات. وده يمكن حتى اللعيبه كانوا بياكدوا ده دايما في الكلمه، في كل كابتن فريق كان بيتكلم على فكره الدعم اللي بيلاقيه من مجلس الاداره، من الجماهير، وان ده بيخليه يبذل اقصى ما عنده. وبالتالي شفنا ده والنتائج، وشفنا كمان نتائج التدعيم على الفرق دي، سواء كره القدم، سواء اليد، سواء السله، سواء الالعاب الفرديه. وبالتالي استحقوا احتفاليه استثنائيه. الموسم كان استثنائي بالفعل. صحيح. خلينا بقى يعني نتكلم شويه عن مارسيل كولر ورايك في انعكاسات وجوده على فكره تطوير اللاعبين، وكمان فكره ان الراجل ده في اول موسم ليه على الاطلاق مع النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله، قفل 5 بطولات منهم دوري ابطال افريقيا ومنهم الدوري المحلي. فرايك كيف التوليفه دي، التركيبه دي؟ يعني البطولات الاهلي متعود عليها يعني، وانا بشوف ان وجود اي مدير فني في الاهلي ده مكسب للمدير الفني. لكن للامانه برضه عشان اكون امين ودقيق في المعلومه دي، وانا يمكن انا سبق قلت الجمله دي بنفس سياقها، ان افضل بطوله للاهلي السنه دي هي مارسيل كولر، مش دوري ابطال افريقيا ومش مش باقي البطولات. ليه؟ ان الاهلي طبيعي بياخد بطولات كتير، بياخد دوري الابطال مع مدربين يمكن ما كانوش افضل مستوى فني. لكن انا بعتبر ان كولر هو البطوله الموسم ده. ليه ده سؤال يمكن اجابته هي الاهم شويه. الاهلي قعد فتره شويه فكره المدرب اللي بيطور لعيبه وقادر يدخل افكار مختلفه جوه النادي، يقدم افكار مختلفه، يطور لعيبه، يشتغل على حاجات معينه مش موجوده في الاهلي. يمكن العشر سنين الاخيره تقريبا ما شفناش في مدربين كتير. يمكن مثلا جريدو اللي غير طريقه اللعب من 4-4-2 ل 4-5-1، 4-2-3-1، والاهلي مش عليها شويه، لكن برضه ما كانش ليه، باستثناء تغيير الطريقه، ما كانش ليه تاثير فني كبير. فايلر كان ليه تاثير فني في تطوير اللعيبه وتغيير مراكزهم والتعامل معاهم، فعلا عمل شغل كويس جدا مع الاهلي، لكن ما كملش مع الاهلي. لكن فبالتالي المدرب الوحيد خلال كل السنين اللي فاتت بعد مانويل جوزيه اللي قدر يسيب تاثير فني على الـ على الـ على اللعيبه، وكمان يضيف للمنظومه الرياضيه داخل النادي الاهلي، هو مارسيل كولر. احنا بنشوف مش بس مستوى فني، نشوف فيه كام لاعب. انا فاكر ان قبل الموسم كان تقريبا كل جمهور الاهلي بيتكلم على ان في 10 15 لاعب من الفرقه يمشوا، محمد شريف، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، حتى كان في ناس بتطالب برحيل محمد الشناوي نفسه ده قائد الفريق. شوف مع مدرب تاني زي مارسيل كولر كام لاعب من دول استعاد مستواه، كام لاعب تطور. كلهم تقريبا. محمد هاني مثلا انا بعتبر انه افضل موسم ليه مع الاهلي وافضل لاعب في الاهلي الموسم ده. محمد هاني كان مثلا محل انتقاد من كتير من الجمهور، فده بيديك قد ايه كمان اتعطل فتره طويله، اتعطل فتره، فده بيديك مؤشر قد ايه ان مدرب بس قادر يفيد منظومه، مش بس لعيب، قادر يفيد منظومه بشكل كامل. فالراجل الحقيقه انا بعتبره من اهم مكاسب الاهلي، وجوده مطمئن كمان للجمهور. يعني في مدرب ممكن يخسر بطوله فتلاقي فيه كم هجوم كبير جدا عليه،
في مدرب يخسر بطوله انت مش هتهاجمه، لان انت متاكد ان هو شغال بسيستم او شغال السيستم بعد شويه هيكون ليه تاثير ايجابي. احنا بنتكلم النهارده ان احنا في اجهزه جديده دخلت الفريق، في لعيبه بيتمرنوا على حاجات على افكار مختلفه، في قدرات فنيه. شفنا الروتيشن، كان مدرب حاول يعمل روتيشن في لعيبه ومع ذلك ما كانش بالكيفيه دي ولا بالجوده دي. احنا النهارده بتكلم ما فيش لاعب في الاهلي تقريبا ما لعبش ما شاركش وكان بيظهر بشكل كويس جدا. فانت ما انتش قادر تقول اللاعب ده وحش، واوقات ما بتقدرش تقول اللاعب ده حلو، لان هو في النهايه جزء من المنظومه. طبعا. هي الفرقه على بعضها حلوه، الفريق نفسه حلو. فده تقريبا اضافه فنيه كبيره جدا يستحقها الراجل، وانا اعتبره اهم مكاسب الاهلي الموسم ده. معسكر النمسا في رايك الى اي درجه هيكون مفيد للعيبه ولجهاز الفني؟ مفيد جدا. الاهلي بقى له فتره طويله جدا ما عملش معسكر اعداد، في لعيبه كتير جدا كمان بقى لهم لعيبه فتره طويله جدا الاهلي ما خدش راحه طويله مثلا. فبالتالي فكره ان في راحه طويله وفكره ان في معسكر اعداد انا اعتقد ما حصلتش في الاهلي يمكن من اخر اربع خمس مواسم. مواسم متلاحمه ولاعيبه بتقع واصابات ولاعيب بدنيا. فكره ان انت يعني تشود لعيبه الاهلي تدخل الموسم الجديد وهي واخده راحه، الاصابات ما فيش اصابات، بيدخلوا على معسكر النمسا يشتغلوا فنيا وبدنيا، هم كمان يبقى الراجل عنده وقت ان يديهم افكار اكتر، يطور اكتر اللعيبه اللي لسه محتاجه انها تدخل شويه الفريق، محتاجه تتطور بدنيا، يبص عليهم الناشئين كمان اللي هيكون لهم فرصه خاصه مع المدرب المساعد الجديد اللي هو جزء من اهتماماته التعامل مع الناشئين والشباب الصغيرين وتطوير قدراتهم. راجع من انديه ثانيه كان معار ليهم واللي جايين من انديه ثانيه. فبالتالي اعتقد مظبوط كريم نيدفيد ولاعيبه ثانيه حتى اللي انضموا رضا سليم او امام عاشور هو كمان يقدر يوصل بقى للتوليف. هو اعتقد هو مستقر على التشكيله بتاعته بس الاضافات هنا بقى لينا وقف، نقف شويه عند امام عاشور ونقف شويه عند رضا سليم. وان كان طبعا اكيد يعني امام عاشور الاعلان عن انتقاله للنادي الاهلي كان الاكثر صخبا نظرا لخصوصيه وضعه انه قادم من فريق الزمالك الى اخره. فبرضه في رايك انعكاسات الاسمين دول اللي استجدوا على السكواد الخاص بالنادي الاهلي ممكن يكون انعكاسات وجودهم عامله ازاي؟ زائد بشكل عام فكره ان انت بتجيب يعني صفقات جديده الى اي درجه ده ممكن يسهل او يعطل الخطط اللي كان حاططها المدير الفني طبقا للهارموني القائمه بالفعل بين اللعيبه اللي موجودين؟ فوجود مستجدين بقى عليهم ممكن يبقى له انعكاس عامل ازاي؟ يعني المستجدين هو راجل بيختار صفقات قليله بحسب احتياجاته. يعني بس خلينا نتكلم على صفقه امام عاشور تحديدا، لان انا بعتبر ان امام عاشور هي القطعه الناقصه في تشكيله مارسيل كولر. لاعب رقم 8 اللي عنده واجبات هجوميه زي ما عمل مع حمدي، وحمدي طبعا تالق في المركز ده، لكن قدرات حمدي المهاريه وكمارن كلاعب عنده مهاره وكده كانت اقل. فمع ذلك كان ناجح جدا في الدور ده. فوجود لاعب زي امام عاشور بيعرف يلعب برجل اليمين ويعرف يلعب برجل الشمال، بيعرف يعدي في الواحد ضد واحد، بيعرف رجله تقيله جدا على الجول. انا بقول لك عنده حلول كتير بالظبط. فانا اعتقد ان الموسم ده تحديدا الاهلي كمل اهم نقطتين كانوا ناقصين عنده. مروان في نص الملعب لاعب رقم 6، لان المركز ده شويه الاهلي اتعطل فيه ثم ضم امام عاشور. ففكره مروان مع امام عاشور في نص ملعب واحد، لا اعتقد دي اضافه كبيره جدا للاهلي. هو امن المركز ده ل 10 سنين قدام، يمكن الاثنين 25 سنه، فانت عندك فتره طويله جدا لعبوا. هيضيفوا كتير جدا. ربنا يبعد عنهم الاصابات ان شاء الله ويتالقوا مع الاهلي. امام تحديدا هيكون لاعب ليه دور مؤثر جدا، وانا اعتقد ان هو من افضل لعيبه الاهلي الموسم ده. رضا لاعب مهاري، بيعرف يلعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال، بيعرف يلعب راس حربه. ويمكن شويه احنا عندنا الموضوع الاجنحه ده شويه يمكن في مشكله شويه في الاهلي، اوقات اللعيبه بتظهر مش بافضل شكل في انتقادات المركز ده تحديدا. اعتقد ان هو لاعب كويس جدا وكمان كان مؤثر جدا في الدوري المغربي، اتمنى له التوفيق ان شاء الله مع الاهلي. تعالى ولو بشكل مؤقت تسيب الاهلي وتسيب مصر كلها ونروح معاك انجلترا ونشوف وضع محمد صلاح ايه في ضوء الكلام اللي رايح جاي، بان اخر اسبوعين مثلا او اخر 10 ايام معدل حتى الكلام اللي رايح جاي عالي قوي، يعني احنا بقينا بننهج واحنا بنتابع الاخبار. مزبوط. في رايك الامور هترسي على ايه بالنسبه لمحمد صلاح وفكره انتقاله من عدمه للدوري السعودي؟ يعني انا وجهه نظري ثابته في الموضوع، في موضوع محمد صلاح إيه؟ ان لو محمد صلاح عنده رغبه للانتقال للسعوديه كان انتقل للسعوديه، لان ما فيش عائق
اللي منعه انه يروح للدوري السعودي. بس برضه في ناس ثانيه ممكن ترد عليك وتقول لك الهات وخد اللي حصلوا شويه اللي فاتوا دول نتج عنهم زياده في سخاء العروض المقدمه او العرض المقدم بتفاصيله. يعني لا يعني اعتقد برضه العرض نفسه اللي كان معروض على محمد صلاح في الاول حتى الان، يمكن من يومين اتنين كنا بنتكلم ان هو هيبقى اغلى لاعب في العالم، ومع ذلك ما حصلش اي تقدم، لا من جانب ليفربول اللي هو بيتكلم ان ما فيش اي حاجه هتحصل، ولا من جانب محمد صلاح، ما فيش اي مؤشرات. حتى كل الانباء اللي بتطلع مثلا بتطلع من السعوديه غدا محمد صلاح الكشف الطبي، غدا اخر مباراه لمحمد صلاح، لكن حتى الان ما نقدرش نقول في صمت انجليزي، في صمت انجليزي يعني، ما عدا مثلا مره واحده في الفتره الاخيره فلو بنتكلم على قال ما معناه ان هو نوت فور سيل، ان هو مش للبيع. فانا انا انا لا توقعي الشخصي او اللي انا شايفه، ما زلت شايف ان محمد صلاح في ليفربول مش هيخرج من ليفربول، يعني لا المؤشرات بتقول انه هيخرج من ليفربول، ولا في تقدم بيحرز في المفاوضات بين اتحاد جده وبين محمد صلاح وبين اتحاد جده وليفربول. بس محمد برضو ما تنساش ان مؤشرات ليفربول نفسه، يعني لو قارنا ليفربول الموسم اللي فات بالمواسم اللي قبليها هتلاقي ان محمد صلاح كمان بشكل مباشر متعطل عن تحطيم المزيد من الارقام القياسيه والحصول على المزيد من الالقاب، نظرا لان النادي ذات نفسه متكعبل. يعني اي نادي، هو النادي ليفربول مر بمرحله ذهبيه بالنسبه له، هو محمد كان محمد صلاح كان جزء منها طبعًا. في بدايه المشروع الجديد اللي بيحصل حاليا في ليفربول ان هم بيشتغلوا على مشروع جديد للفريق، فبالتالي محمد صلاح برضه هو حجر الاساس في المشروع ده، فهو بالنسبه للنادي يعني قطعه لا تمس. ان انت بتتكلم انك ده اهم لاعب عندك هجوميا، نجوميه محمد صلاح، كل الكلام ده، تجديد اصلا محمد صلاح وكسر العقد ان هو ياخد 400,000 استرليني في الاسبوع كأعلى رقم داخل النادي، أول مرة يتم كسر الحاجات دي، ده بيقول إن ليفربول هو بيبني فريق جديد، الفريق الجديد ده بيتبني على لاعب زي محمد صلاح، ففكرة خروجه من النادي صعبة جدا، كمان الوقت نفسه إن أنا ليفربول يستغنى عن محمد صلاح فيه، إحنا بنتكلم فاضل يومين أو ثلاث أيام على غلق باب الانتقالات، ليفربول مستحيل هيعوض محمد صلاح، يعني لو بنتكلم في لو هيتباع ب 100 مليون استرليني مثلا، هو مش هيلحق يجيب، هو عنده فلوس بس مش هيلحق يجيب لعيب بديل ليه، لو اتباع ب 150 مليون استرليني مش هيلحق يجيب لعيب بديل ليه، ولا بنفس القيمه ولا بنفس المستوى، فبالتالي هو هيتاثر، هو اصلا تاثر الموسم اللي فات بشكل كبير جدا، فمش هيستحمل ان هو يتاثر كمان الموسم ده بشكل كبير. الحاجه الثانيه، واصلا ايه اللي خلاه يترنح ليفربول في الفتره الاخيره بالشكل ده؟ ما كنا ماشيين زي الفل. الجزء منها في معدل اعمار اللعيبه بدا يكبر شويه، التغييرات بقت قليله على الفريق، الصفقات اللي بتيجي مش على المستوى المناسب، دي كلها حاجات كانت مؤثره مع الفريق، يعني احنا ليفربول فضل بنفس التشكيله هي ما غيرهاش تقريبا، فبالتالي ده عمل تراجع كبير جدا. الحاجه الثانيه مثلا خروج لاعب زي ساديو ماني، انت لما عوضته بيه بلاعيبه ثانيه، لكن دكه البدلاء مثلا مش قويه، فبالتالي انت بتعتمد على نفس ال 11 لاعب طول الوقت، ففي اصابات كثيره جدا، فاللاعب اللي بيعوض اللاعب الاساسي ما بيقدرش يكون مؤثر. طب الموسم الجديد وضعه ايه في رايك بالنسبه لليفربول؟ الموسم الجديد وكمان بالنسبه لارسنال، في رايك ممكن يبقى في فرصه لارسنال ان هو يعني يتوج باللقب الموسم الجديد بعد خساره اللقب في الاسابيع الاخيره من الموسم اللي قبليه؟ الموسم الحالي ليفربول عنده فرصه كبيره جدا للنفس على اللقب في حاله ما فيش بديل ليها، انه يتعاقد مع لاعب رقم 6 بشكل كويس عشان يعوض رحيل فابينو وهندرسون، لان ده المركز اللي ناقص في ليفربول، في مشكله كبيره جدا في ليفربول بسبب المركز ده تحديدا، وهم خسروا كايسيدو لتشيلسي، فبالتالي لازم يكون لاعب في المركز ده، لان المركز ده واضافه لده يتعاقد مع لاعب بيعرف يلعب باك يمين او حتى باك شمال، يعني هو محتاج يامن الجزء الدفاع ده، ان برضه هو ليفربول بيجيب جوان كتير جدا ويوصل لجون كتير جدا، بس بيجي فيه جوان كتير جدا، فلو قدر يشتغل على الحاجات اللي ناقصه في تشكيلته هو عنده فرصه كبيره جدا انه يحرز لقب الدوري الانجليزي الموسم ده وينافس عليه بشكل كبير جدا. ارسنال من الفرق اللي انا على قد ما بتقدم كره ممتعه جدا انا مش بطمن لها، بحس شويه في اداء مراهقين شويه، اللي هو بيجي عند الجزء الاخير من الدوري ويبدا يريح اللعيبه تفقد فيخسر اللقب. فالفريق الوحيد اللي ممكن عنده استمراريه هو مانشستر سيتي بحكم جوارديولا بحكم لعيبه كتير جدا، بين كل التوب 6 اللي موجودين في الدوري الانجليزي الفريق الوحيد اللي ما زال حتى اللحظه رغم تراجع مستواه الموسم اللي فات لمنافسه مانشستر سيتي هو ليفربول، الفريق الوحيد اللي يقدر ينافس مانشستر سيتي، بس بشرط انه يعوض اماكن النقص عنده في الفريق،
تعاقد مع لاعب رقم 6 وتعاقد مع مدافع اضافي. وبشرط ان يقتلوا هالاند باي شكل من الاشكال عشان يتخلصوا منه، مش بني ادم. ما هو دي بروين مصاب، ودي بروين مصاب وجندوجان خرج، ففي تاثير هيحصل، يعني في تاثير هيحصل شويه في منظومه لعب مانشستر سيتي الموسم ده تحديدا، مع اصابه دي بروين، مع خروج جندوجان، في شويه تاثير كمان. اللعيبه اللي لسه هتدخل مانشستر سيتي انت ما تقدرش تراهن على انها هتدخل هتعوض لعيبه زي دي ولا لا، فده ممكن ياثر شويه. فالموسم الحالي هو متاح ان يعني الموسم اللي فات كنت انا اقول لك ان مانشستر سيتي خلاص ما حدش هينافسه، لكن الموسم ده لا، يعني انا شايف ان هو ما حدش هينافسه، هو قوي، لكن المسافه قريبه، مش لان الفرق شوية بينه وبين مش لان منافسي. الفرق دي طلعت له، لكن هو اللي نزل شويه للفرقه دي. أوكي. الفرقه دي هي محتاجه تطلع شويه عشان تتساوى مع مانشستر سيتي. فكرك هالاند ممكن يبقى من الاسماء اللي هتنضم في يوم من الايام للدوري السعودي؟ كل الاسماء متاحه انها موارد انها تنضم للدوري السعودي. يعني كل الاسماء الحاليه في العالم وارد انها تنضم للدوري السعودي. طب فكره تفريغ الدوريات الاوروبيه من نجومها واساطيرها؟ هو مش تفريغ، هو انا 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 كدوري سعودي انا ما عنديش حدود للتعاقدات، وما عنديش مشاكل في التعاقد مع اي لاعب، وانا عايز يتقال ان انا بلد عندي دوري قوي. الشق السعودي لا غبار عليه، هم حقهم وعندهم القدره على التنفيذ. تمام، انا بكلمك بقى على الصعيد الثاني، فكره متعه المشاهده للدوريات الاوروبيه ودوري الابطال بالابطال المعتاد وجودهم فيه واللي بيبقى كلهم تقريبا مش موجودين فيه انيمو. يعني الفرق الاوروبيه بتعرف تعوض اللعيبه ايا كانت خسارتها في لعيبه. احنا شفنا فرق كتير جدا سابت نجوم ونجوم كبار وبيتعاقدوا مع لعيبه صغيره من افريقيا ومن امريكا الجنوبيه، وبعد سنه وبعد سنتين بتلاقيهم هم التوب في الدوريات الكبرى. انا وجهه نظري ان اللاعب لما بيخرج من الدوريات الاوروبيه خاصه الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني بيخسر من نجوميته مقابل لاعب تاني نجوميته واسهمه بتعلى. الدوريات التانيه زي الدوري السعودي هيحقق انتشار ويحقق نجاح، لكن في النهايه اللاعب نفسه بعد موسم او بعد اتنين او يمكن قبل كده نجمه بينطفي بشكل كبير جدا. فانك موجود في دوري ابطال اوروبا، انك موجود في الدوري الانجليزي، انك موجود في الدوري الاسباني، ممكن تبقى الفلوس اقل شويه من او اقل كتير من دوريات تانيه، لكن مستحيل هتكون بنفس النجوميه. الحاجه التانيه، الانديه في اوروبا بتعرف تعوض بشكل كبير جدا اللعيبه اللي بتخرج منها. كريستيانو رونالدو خرج من ريال مدريد، وريال مدريد ما زال ريال مدريد، في لعيبه تانيه بتاخد مكانه بعد شويه. بعد رونالدو بقى في كريم بنزيما، في فينس جونيور، النهارده بلينجهام. فبالتالي بيتاثروا، في بتبعد النجوم، لكن في النهايه بيطيروا بالظبط. لكن في النهايه هم بيعرفوا يطلعوا لعيبه كتير، يعني عندهم كشافين كتير بيشتغلوا بشكل كويس جدا في افريقيا، مناجم في افريقيا ان هم يطلعوا منهم لعيبه كويسه جدا. في امريكا الجنوبيه نفس القصه، بيقدروا يطلعوا لعيبه كتير جدا. ومع هذا برضو ده ما منعش ان كتير من الدوريات الاوروبيه مش بنفس التالق ومش بنفس الوهج المعتاد، زي الدوري الايطالي، زي الدوري الاسباني على فكره نفسه بالمناسبه برضو مش بنفس القوه بتاع زمان، البوندس ليجا للدوري الالماني، يعني الاسماء مش بنفس عموماً الحميه اللي كانوا عليها قبل كده. هي نفس الحميه، بس الاسماء احنا يمكن لان احنا شويه اجيالنا والاجيال الكبيره شويه عصرت في فترات بدايه الالفينات وصولا ل 2010 بالظبط. كان يعني انت بتتكلم ان التوب يعني بنتكلم، لو جيت تعد مين افضل لعيبه في العالم هتشوف 20 30 اسم، اسماء رهيبه جدا. الفلوس ما كانتش جزء اساسي من كانت موجوده وكانت ارقام كبيره، بس مش بالشكل الموجود، ولا كواليتي اللعيبه الحالي زي كواليتي اللعيبه الثانيه. يعني بص شوف ايه اللي اختلف في اللعيبه بقى، يعني حتى الحرفنه قلت مقارنه بزمان. الصنعه، الكره بتتحول يا راجل، ده منتخب البرازيل نفسه مش مبهر زي ما كان طول عمره مبهر. الكره مع الوقت بتتحول لصنعه، مش موهبه. طب المتعه بتقل بقى في الاخر، يعني المتعه بتتعوض باشكال تانية. في ناس ممكن تكون بتحب فكره التاكتكس بتاع المدربين، في ناس بتحب الجزء البدني شويه يعني، لكن فكره ان انت هتلاقي لعيبه تانية زي ميسي والكلام ده هتبقى فلتات. انت النهارده مفيش الموهبه نفسها ما بقتش كتير زي الاول. الكل لعيبه بيبقى الشغل على اللعيبه، ازاي يتحرك في المركز بتاعه، ازاي يعمل الاوفر، ازاي يعدي واحد ضد واحد. حتى طريقه الترقيصه، يعني الترقيصه السبعه او ترقيصه الشراب دي بتاع لاعب موهوب. في لاعب تاني بيتعلمها مستحيل يطلعها، بس في حاجه مصنوعه، بس في حاجه شكلها، في ترقيصه شكلها يعني. بس مش دي اللي احنا اتعودنا عليها. فيمكن شويه احنا الاجيال الجديده مختلفه شويه في الطريقه، كمان الاهتمام بالكوره، الارقام اللي بقينا نسمعها في تهتم اكتر بانها
ان لعيبه كتير تلعب كوره مش موهبه هتيجي مع الوقت، بعد شويه هو ممكن يشتغل على امكانياته البدنيه، يشتغل على الجزء المهاري، ازاي يتحرك بالشكل الفلاني. فكل الحاجات دي مع الوقت بتتحول لصناعه، فبتقل بطبيعه الحال الموهبه شويه. في ناس كتير ابتدت تشوف مؤخرا ان ميسي كان الدماغ قوي في انه ما راحش الدوري السعودي، وانه فضل العرض الامريكي، ان هو كده بشكل او باخر ريح نفسه وكبر دماغه بدل ما يدخل في معترك الهرس اللي هيبقى موجود في الدوري السعودي، نظرا لوجود نجوم عالميين هو شخصيا فرهد من اللعب قدامهم طول مشوار. هو ذكي، هو الدوري الامريكي كله بيشاور على ميسي، لكن في الدوري السعودي هتشاور على 10 15 نجم. فهو ذكي، هو الفلوس هي تقريبا، الامتيازات خد مش امتيازات، قوي، لا مش هي هي لا لا قوي برضه امتيازات الكلام كتير، اللي اتقال على لا لا خد العرض امتيازات كتير السعودي جدا، لميسي، لا كان لا لا برضه من الصنف اليسير له اللعاب. لا لا خد امتيازات كتير جدا في امريكا، زي يعني تقترب من الدوري السعودي، يمكن يعني يمكن تفوقها على المدى البعيد. انت اولا العيشه في امريكا، هو كده كده ناوي يستقر وهيعيش في امريكا، انك تاخد جزء من ارباح النادي، جزء من ارباح شركات أسهم كبيره وبتاع واسهم طبعا. في شركات كتير جدا، فانت على المدى انا ممكن اديك 100 مليون دولار او 300 مليون دولار أوكي. النهارده، بس انا هديك اسهم تعيش معاك العمر كله، فبالتالي رقم على المدى طبعا. البعيد اكتر. غير كده وبمنافسة أكتر هدوءا وروقانا. بالظبط، وهدوء وروقان. غير كده في النهايه هو في الدوري الامريكي هو النجم الاوحد، هو الوحيد الموجود، هو طبعا. واجهة أمريكا، طبعا. واجهة الكرة الأمريكية، واجهة الترويج لكأس العالم في أمريكا، هو لوحده. لكن ما فيش نجوم تانية بتزحمه، لك عكس مثلا في الدوري السعودي احنا بنتكلم في رونالدو، ساديو ماني، كريم بنزيما، طبعا أسماء لا كتير طبعا جدا. فهو الحاجة التانية، وعايز برضه يكون أهدى وأكثر راحة، عشان آخر سنتين هو لو بيخطط إنه يلعب في كأس العالم اللي جاي مثلا، هو خلاص هيبقى تقريبا 40 سنة، فعايز دوري هو يبقى مرتاح فيه مش مفرهد، طبعا اكيد فعشان يقدر بدنيا صحيح. كمان يقدر يواصل بشكل كويس. فانا بعتبر ان ده كان اختيار ذكي جدا لميسي. انا بشكرك على وجودك معانا ربنا النهارده، يخليك، وقتنا شكرا جدا، للاسف انتهى، يا دوب الحق اشكرك شكر ربنا جزيل، يخليك، نورتنا شكرا كريم، واسعدتنا، ربنا وان شاء الله يخليك نلتقي على ان خير شاء الله تاني باذن ان شاء الله. الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، وباذن الرحمن يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير بكره باذن الله. صباح الفل.